بيدي بكلها صوتي. مرحبا بنات، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله الكل بألف خير. فيديو اليوم سنتطرق الى كيفية الدخول لصالة المشاهير، وستكون هناك عدة فيديوهات لندخل الى صالة المشاهير، وسنسميها سلسلة معا لدخول صالة المشاهير. قبل ما نبدأ بفيديو اليوم، فقط هذا هو رمزي باللعبة وهذا حسابي على الانستغرام. اذا كنت من محبين لعبة ملكة الموضة اول مرة تشوف القناة فانصحك بالاشتراك في القناة. والان لنبدأ على بركة الله. نقاط التحدي هي تلك النقاط التي تحصلين عليها عند الفوز في تحدي الموضة. الموسم الصغير مدته 6 أيام و12 ساعة. الفائدة منه تجميع نقاط التحدي. فائدة من نقاط التحدي هو الارتفاع أو الترقية من دور إلى دور. مثال: الترقية من الدور الفضي إلى الدور الذهبي. في بداية كل موسم صغير سيكون لديك 0 نقاط التحدي، وفي نهايته سيكون لديك كثير من نقاط التحدي. مثال: في بداية الموسم سيكون لديك 0 نقاط تحدي، وفي نهايته سيكون لديك على سبيل المثال 200,569 نقطة تحدي. وإذ كانت لديك نقاط كافية للارتفاع من دور إلى دور، مترقيتك إلى الدور آخر ودور أعلى. هناك موسم آخر اسمه الموسم الكبير، يحتوي على 30 يوم شهر، يعني يحتوي على 5 مواسم صغيرة. كل تلك النقاط التي تجمعينها في 5 مواسم صغيرة ستجمع في الموسم الكبير. يعني كل تلك نقاط التحدي التي تجمعينها في كل موسم من تلك ال5 مواسم ستجمع. وإذ كان لديك رصيد كافي من نقاط التحدي للمنافسة في صالة المشاهير فسيضيفونك إلى صالة المشاهير. مثال: أنا هون عندي حوالي 4,054,882 نقاط تحدي، لكنني لا أملك رصيد كافي للمنافسة في صالة المشاهير، فماذا أفعل؟ لازمني أجيب نقاط تحدي كثيرة 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 حتى أستطيع أنافس في صالة المشاهير. يعني صالة المشاهير هي بصفة عامة أنك تربحي في تحدي الموضة.